قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالرمي فإنه من خير لعبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مسك الختام. قبل كل شيء نود أن نحمد الله على نعمة الإسلام وأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام دلنا على الخير وفتح لنا أبواب الخير كله. أمور كثيرة يمارسها البشر اليوم يجهلون أنها كانت ممزوجة بحياة الرسول والصحابة. من بين هذه الأشياء التي يمارسها الإنسان بطريقة عجيبة الرياضة والمنافسة والحركة والسعي للبدن والبنية الصحيحة. الكل يعلم أن حبيب البشرية كان من أحسن الرياضيين، حيث يقول: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. القوة مهمة في حياة البشر، ليس لاستخدامها في إيذاء الغير، وإنما تعين العبد على الطاعة وخدمة دين الله عز وجل، وبهذا ينعم الفرد بصحتين: صحة للجسد وصحة للقلب. لطالما حبيب البشرية حث الصحابة على الاعتناء بالبدن، حتى زوجاته كن يركبن الخيل ويمارسن المشي. فالرياضة سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أدرك قيمتها الكثيرون فتشبثوا فيها فانتفعوا فنفعوا غيرهم. الإنسان اللي يميل للرياضة سيب الجسم ديالو خالي من الأمراض أولا، ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم وسع الرياضة، وبهد الرياضة هادي نجمو نحاربوا الآفة تاع المخدرات. الرياضة مليحة للبدن للجسم، ديجا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بها: الرماية، ركوب الخيل، السباحة. والفرق بين الإنسان الرياضي والغير رياضي أنه يكون جسمه سليم وما يتعرضش بزاف للأمراض، يكون نشيط. Voilà, il y a le bon Dieu. La première des choses, bon, il y a la prière. La prière en elle-même, c'est un sport, puisqu'on fait des mouvements, on monte, on descend et tout. Donc, c'est quelque chose de très, très important pour l'être humain. Et la plus facile, c'est la marche. Alors, et c'est un sport complet aussi. On a mettre un pied à côté de l'autre, alors que c'est un sport. Bon, riyada, normalement, Rasul alayhi salatu wassalam, où ça allait, hein, c'est l'islam. باسكو هي احنا كمسلمين في الدين تاعنا لازم تكون بروغراميه الرياضه في حياتنا. الرياضه ماهيش غير جري ولا نتعلموا فيها، حتى نظام تعلموا فيها، احترام القوانين، يعني مليحه من كل الجوانب، نفسيه بدنيه. الرسول بكري شغل احتراع الرياضه، رود سيتو في هذا الوقت ديجا شفنا الرياضه كانت ولات ناقصه في هذا الزمان، على بها الشباب راني نشوفوا في الانحراف وكثره المشاكل على بها. رود ديجا هي لو كان يتبعوا الرياضه تبعدهم على الانحراف هذا والوقت الفارغ هذاك، شغل تقدر يشغلوه بالرياضه خير مع فسه واحده اخرى ما تنفعهمش. نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مارس كل الرياضات المشهورة في زمنه، فكان راميا وفارسا، وكان صلى الله عليه وسلم يسابق ويسارع. من بين الرياضات التي يفتخر العبد بممارستها رياضة الرماية. نموذجنا لليوم رماة شباب لم يتعد عمرهم 20 سنة، قسموا وقتهم ما بين الدراسة والرياضة، فكانت النتيجة إيجابية على حياتهم وحتى أخلاقهم وتعاملاتهم مع الناس. عرفت برياضة النبلاء
فكانت النبالة أو ما يعرف بالرماية بالسهام فنا قبل أن تكون رياضة الأجيال التي مارسها الرجال والنساء على حد سواء. ولأن العقل السليم في الجسم السليم حرص الإسلام على رياضة الرماية التي تمثل إجادة تصويب الهدف. essentiel pour lutter les ça donne un petit peu choua l'épaule la poignée et ça coude la tête s'chna bien yeta s'chna bien tori dimne la dor زينج بنت جبد بيان جبد 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 لازم هذا يكون بلا الرماية برحم القص هي رياضة مباركة رياضة مباركة أن الإنسان يرتاح بها ويسترزق بها وتفتح له بزاف مجالات أخرى مادام أنها هي مباركة. قل فتحت لي بزاف بزاف أبواب ساعدتني بزاف في حياتي نزيد التركيز الكونسنتراسيون كونديسيون فيزيك الانسان يحس روحو ليجي يحس روحو خفيف يحس روحو يتحكم في يتحكم اسمه في الاوضاع تاع حياتو سي براتيكوم هذا السبور هذا يعاون بزاف. ففي المركب الرياضي بشنوا بولاية تيبازا التقينا بالعديد من الرياضيين والرياضيات وهم في غمرة التدريب. في تلك الأجواء تستطيع أن تلمح عيوناً متطلعة لمستقبل مشرق وعقول تفكر بطريقة إيجابية، والأغلب أن هذه الرياضة كان لها تأثير قوي على حياتهم. المداومة على التدريب والأخذ بنصائح المدرب جعلهم أصحاب لياقة فنية مكنتهم من إحراز تصويب الهدف. اسمي عبد العرب، عندي 16 عام، راني نقرا دوزيام اني سيانتيفيك. دخلت في هذا السبور صافي 8 موا، دوبوي دخلت في هذا السبور صافا حياتي صافا سي ستابيليزي بارابور لا مونتاليتي تاعي في ليكول و ميم طون لسبور هذا. سهام ترفع وعيون مركزة، في تلك اللحظات يمتحن الصبر والدقة وقوة الأعصاب وتتجلى عظمة الدين التي لطالما أكدت على أهمية الرياضة. اسكو لمستي فضل الرياضة في حياتك؟ طبعا خلاني قلت لك نكون بلو موان ستري موان ستريس نقص لي بزاف ستريس و بلو اتر بلو بريسي في ما في كوتيديان ميم جانب الدراسي. شغل عرفت كيفاش ننظم وقتي كيف شغل خلاني ندير هذاك ليكيليبر في حياتي. بالطبع هذه الرياضه هذه هي ادب، اول شيء هو ادب، وحنا اللي زار شي تاعنا اسمها الرومات تاعنا نعلموهم انهم ما يكذبوش كيكون كاين كش منافسة ولا كش باش يدو النقاط تاعهم راه ما يكتبوش، ولا كش واحد راح يرمي بالقوس تاعو ما نقولكش بلي انا مرميتش. دونك هذه ديجا حاجة مليحة. ثاني احترام، يعني تدخل في لا ديسيبلين واحترام المونيتور، يتحترموا بعضهم البعض، يحترم هذا كبير هذا صغير. و كاين جو ثاني تاع منافسة بيناتهم. رغم صغر سن المتدربين إلا أن أغلبهم كانت لهم مشاركات في محافل وطنية ودولية حققوا فيها نجاحات وإنجازات جعلتهم يحرصون على الاستمرارية في هذه الرياضة وتمثيل الجزائر أحسن تمثيل. شحال كانت عندكم المشاركة؟ مشاركة درنا ديجا ناسيونال طرواف وشاركت وكلاسيت فيهم ثلاثة ميداي دو برونز وميداي دارجون، مازال انا نوجدو ان شاء الله في لا كومبيتيسيون اللي جاي في مارس. الفرحه قال لي اللي تجي كيف كيف كي باث الاخر كي تطلع النيفو تاعك ميم كي تشارك في المشاركات الوطنيه والخارجيه.
اجتهادهم في التدريبات انعكاس حقيقي لما يعيشونه، فمن الرياضة تعلموا لغة الانضباط والنظام، فكانت حياتهم كلها مثابرة وعمل على تحقيق النجاح، سواء كان ذلك في الرياضة أو الدراسة. يكفينا فخرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة 11 سنة كان يعني أمرنا باش نمارسوا الرياضة، وكان هناك مقولة يعني يقولوا يكون الإنسان إنسانا حينما يكون يلعب، معناتها في اللعب تاع الإنسان ما يكونش كما نقولوا يصطنع، الإنسان عنده على حقيقته في اللعب. والرماية هذا الرياضة يعني تعلمت الأطفال الرماة عندنا كما نقولوا الهدوء الرزانة. كان بعض العائلات جابوا أولادهم هناك شهادة، يعني بعض العائلات كان أبنائهم كان عندهم فرط في الحركة، لما جاءوا عندنا هنا الرماية اكتسبوا هذا الروح تاع الفريق، داروا رياضات أخرى يعني داروا كرة القدم داروا كرة السلة، ولكن ما لاحظوش هذاك الهدوء، دائما بقات عندهم هذاك الفرط في الحركة. لما جاءوا عندنا للرماية، علاش احنا في الرماية عندنا احتياطات الأمن نوجهوها لهذا الرماة، من بينها ما نلفتش يعني الرمح ولا القوس، وما نديرش السهم في القوس قبل ما يكون هناك امر من المدرب، ما نتحركش بدون اذن، ما نرميش لما يكون عندنا شخص او حتى حيوان يعني في الاتجاه تاع السهم. ودائما هناك يعني التحركات تاعنا في الرمايه تكون عن طريق اعازات من المدرب. وعلى هذا الاساس اكتسبوا الاطفال هذيك الرزانه من هذا المنطلق هذا. عندنا مثلا اغلب التلاميذ هنا ونجبة يعني حتى في الدراسه تاعهم معدلات 16 17، هناك تلاميذ هنا اغلبتهم في الاكماليات والابتدائيات. هذا دليل على انه الرياضه تمشي جنب الى جنب مع الدراسه. بين المتدربين في هذا النادي والنبالة حكاية حب كانت بدايتها عند أغلبهم تشجيع من أوليائهم، ومن ثم إعجابهم بهذه الرياضة إلى وفاء وجعلها جزءا من حياتهم. رياضة ماشي رياضة في حد ذاتها بصح لو تيغ لارك سيت اون بارتي دو موا. Je peux plus m'en passer de l'arc. Je ne regarde pas de l'arc, il y a l'arc. Je sais, bon, c'est ma passion, c'est ma vie, c'est mon domaine. Je veux vraiment aller loin dans ce sport. انتهت ساعة التدريب وانتهت معها ساعة من النشاط والتركيز، تلك الدقائق تعود على أصحابها بفوائد لا تقدر بثمن. فساعة من الرياضة تعادل ساعات من الحيوية والنشاط، هذا دون الحديث عن دورها في بناء الثقة في النفوس. مدرب وين تكون؟ من تكون؟ ماذا تكون الفرحة تاعك عندما تدرب؟ أكيد أهلك بالنسبة لدراستهم. يعني بوكو بلوس قبل ما وصلوا للتأهل، قبل ما وصلوا للنتائج تاعهم في التربية والأخلاق تاعهم اللي تحصلوا عليها في هذا الرياضة. كيشوفوا منا خارجين يعني أوني فريق واحد غالب أو مغلوب، هذه الفائدة تاعنا من بعد نوصلوا النتائج. الرياضة هذه إذا كان نحوشوا على النتيجة وننساو التربية تاعها يعني بدون فائدة. بممارسة هؤلاء الشباب لهذه الرياضة يتبعون سنة الحبيب محمد صلوات الله عليها، فرسولنا كان راميا في زمنه، ولت القرون والأيام وها هم أبناء محمد اليوم يحافظون على نعمة الصحة والبدن ويتشبثون بسنن الحبيب بنبال على الأيادي وبقلوب مؤمنة بأهمية الرياضة في الحياة. النصيحة يعني الأولى لازم الناس تعرف باللي الرياضة هي مرادف تاع الصحة، ما نقدرش نشرح أكثر من هكذا. الرياضة صحة، واغلب الرياضيين اصحاء، هذا لا يعني انه مثلا معوق ممارس الرياضه، بالعكس كاين في نوادي اخرى هناك معوقين يمارسوا الرياضه. إن كانت الرياضية إيمان والرياضي أعراب أدركوا قيمة الرياضة وتشبثوا بأحب الرياضات للرسول صلى الله عليه وسلم كما شاهدتم في الروبرتاج الذي سبق، ماذا نقول عن الأشخاص الذين يظنون أنهم بعيدون كل البعد عن الرياضة؟
لنا أن نقول لهم أنهم مخطئون، فحياتهم كلها رياضة. هناك نقطة مهمة فقط، هو أن يدرك الإنسان أنه متبع لسنة الحبيب، فإذا خرج للمشي أو لعب كرة مع صغاره يكفي فقط أن ينوي أنه متبع لسنة الحبيب ويكون في قصده طاعة لله. اليوم لكل من ليس له وقت لممارسة الرياضة، بعض الأفكار البسيطة التي تعوضنا عجزنا عن ممارسة التمارين الرياضية. بدلاً من استخدام الهاتف لمحادثة زميل في مكتب آخر أو في طبق آخر توجه إليه مشياً، بدلاً من استخدام المصاعد الكهربائية لصعود كل الطوابق استخدم درج السلالم، أوقف سيارتك بعيداً قليلاً عن مكان العمل وامشي لبضع دقائق قبل الوصول إليه، قلل من استخدام سيارة، فبدلاً من الذهاب إلى متجر البقالة الواقع على رأس الشارع من الأفضل الذهاب مشياً أو استخدام الدراجة الهوائية لذلك. مشاهدين الكرام، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا القوة التي تعيننا على فعل الخيرات وتبعدنا عن كل ما يجلب الذنوب. وصلنا لختام هذه الحلقة، نترككم على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.